Mark, T-minus 20 seconds. Auxiliary enable, signal return. Minus 15. أولا القرآن أثبت أن الأرض كروية. نعم أثبت أن الأرض كروية. قال الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. متى هذا؟ مو يوم القيامة؟ السماء انشقت يوم القيامة كما قال تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة من كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. واضح؟ طيب إذا الأرض مدت تفيد أنها قبل ذلك غير ممدودة. واضح؟ وقال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير التدوير، ومنه كور العمامة استدارة على الرأس. إذن فالقرآن دل على أنها كروية. انتهى هذا. بقينا العلماء لم يقولوا أبدا إن الشمس لا تجري، بل يقولوا إنها تجري. تجري ولكن تجري بمجموعاتها، هي ومجموعاتها تجري بها الفضاء. نعم هي وما يتبع من المجموعات الشمس، المجموعة الشمسية كما يقولون، فهي تجري. لكن الشأن الآن هل هي تجري تدور على الأرض، أو أن الأرض يكون بدورانها، أو أن الأرض هي اللي تدور ويكون بدورانها الليل والنهار؟ هذا محل الخلاف. أنا إلى الآن لا أؤمن إلا أن الشمس يكون بدورانها على الأرض اختلاف الليل والنهار. إلى الآن ما أؤمن بكلامه إن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض. حول لا، هم يقولون تدور بسدها مثل المغرب. ما نؤمن بهذا. ليه؟ لأن عندنا ظاهر القرآن يخالف هذا.